حياكم الله شباب، معكم حارب السعراء في فيديو جديد. قبل كل شيء شباب لا تنسون اللايك والاشتراك في القناة ونشر الفيديو، الله يسعدكم. اليوم يا شباب زي ما تشوفون الفيديو راح اتكلم عن الحزم اللي عليها تخفيضات، خاصة الطائرات اللي عليها 50%. قبل كذا تكلمنا عن الحزم اللي هي المركبات الأرضية، وتكلمنا عن المركبات اللي عليها تخفيضات. اليوم راح اتكلم عن الطائرات، وزي ما قلنا في مركبات راح تنحذف من الستوري ولكن راح ترجع يعني بعد فترة، يعني فلا تخافون. طبعا عندنا اول طائرة اللي هي البي 51 موستنج دي 20. طبعا الطائرة هذه مرة قديمة يا شباب، يعني ممكن لها فترة يعني من زمان، قديمة قديمة جدا يعني في الستوري. طبعا البي 51 طائرة ممتازة الصراحة، والطائرة يعني قوتها كلها في الكلايم او في السرعة. طبعا الطائرة خاصة في الكلايم مرة ممتازة، او الارتقاء مرة ممتازة. طبعا نصيحة مني يا شباب، اذا بتشتبك مع واحد وسرعتك اقل من 400 فلا تشتبك الصراحة، لان راح تطيح السرعة يعني بكل سهولة الطائرة. طبعا الطائرة عندك تسليح جيد وممتاز اللي هو القنابل 1000 اذا بتبغى تستخدمها للمركبات الارضية فمرة ممتازة. ايضا عندك 6 رشاشات اللي هي 12 ملي، ولكن ال 12 ملي صراحة ما هو هذاك اللي يعني الممتاز ولا هو السيء، فنوعا ما يعني لا بأس الصراحة جيد، يعني مع ان مرات باليالا يذبح البومبر وباليالا يذبح خاصة الطائرات الصغيرة. ما هو على عكس ال 20 ملي البريطاني او 30 ملي الالماني، فراح تعاني اساسا من ال 12 ملي الامريكي اللي هو 50 كال، ولكن ممتاز يعني جيد يعني لا بأس به، يعني افضل من لا شيء. طبعا زي ما قلنا الطائرة ترى قوتها كلها يا شباب في سرعتها، طبعا خاصة في الكلايم في الارتقاء ترى مرة ممتازة. فإذا لحقك شخص أو عدو راح يلحقك، فأنت ترى قوتك في السرعة، أنت لا تلف يمين يسار أو تسوي رول أو راح تشتبك معه، لا خليك على دعسة واحدة، ادعس إلى ما يعني ما راح يجيبك أساسا إلى ما توصل مطارك. صدقني ترى الطائرة قوتها في كلها في الانجن أو المحرك السرعة حقتها. طبعا حتى اذا بتشتبك مع اي شخص حاول انك خاصة في الهاي او انك في ارتقاء مرة عالي، فحاول انك تسحبه تحت الارض. ليش؟ لان خاصة البي 109 والياك والشباب هذول ترى ما يتحملون النزول، خاصة جنحانهم راح تتكسر، ايضا الياباني راح تتكسر جنحانهم. طبعا الطائرة زي ما تشوفون يا شباب ترى سرعتها فوق ال 600 او 700، فممتاز. صحيح ان ممكن راح تحس فيها ثقل، لكن نوعا ما ترى هي جيدة يا شباب وتدي ويجي منها. طبعا زي ما قلت انا الصراحة استخدمها للمركبات الارضية وقنابلها مرة ممتازة. ايضا عندك روكيت اذا تبغى تستخدمها للمضادات فعادي راح يعني تنفعك، خاصة يعني ما راح تخذلك الصراحة. طبعا زي ما قلنا البي 51 طار مرة طائرة قديمة في الامريكي. طبعا عندنا ذا الحين الاي في 8 اي، طبعا هذه الهارير الامريكي راح تنحذف من الستوري، ولكن انا اعتقد انها راح ترجع. طبعا الهارير نوعا ما ممتازة، ولكن للاسف الطائرة ترى ما عندك رادار، الرادار مرة ما في، ايضا الانجن مرة قوي ولكن احيانا الحرارة ترتفع يعني بكل سهولة او يعني بسرعة يعني. ايضا الذخائر اللي هي للرشاش مرة قليلة. طبعا يوجد عندك اللي هو الاي ام 9 جي اللي هو اي ام 9 الجي، راح تاخذ صاروخين والصاروخ ممتاز يعني يمسك على يعني على اهداف بعيده خاصه من 500 كيلو مره ممتاز. ولكن الطائره زي ما قلنا فقط تشيل لك صاروخين بس فقط اللي هو الجو جو، يعني ما راح تشيل لك يعني 4 و3 مره يعني، فراح تعاني اذا اشتبك مع اكثر من هدف او هدفين. فايضا الطائره يوجد عندك اللي هو البالستيك كمبيوتر اللي هو راح يعلمك وين تقصف او راح يعلمك وين تنزل قنابلك، يعني زي نظام الاركيد، فمره ممتاز اذا بتستخدمها للبيسات او للهجوم للمركبات الارضيه فراح تنفعك. ايضا يوجد عندك روكت اللي هو الزني، ايضا مره ممتاز ومتفجر. وزي ما قلنا عندك بلستك كمبيوتر اللي هو حق الروكت، ايضا راح يعلمك وين راح تنزل صواريخك، فهذا شيء حلو في الطائره. لكن الطائره فيها زي ما قلنا عيوبها الحراره، ايضا الصواريخ قله التسليح عندها مره قليل يعني صاروخين فقط. ولكن يوجد عندك الفلير والشاف يعني اذا تبغى تركب مره ممتاز. طبعا
الطيارة إذا اشتبكت، يعني خاصة إذا اشتبكت مع عدو، فراح تطيح سرعة الطائرة بكل يعني بكل سهولة، فراح تستغرب تشوف السرعة تطيح مرة بسرعة يعني، فراح تستغرب. فيعني نصيحة مني إنك يعني لا تشتبك كثير يعني، فحاول إنك تشتبك إلا إذا معك خوي، يعني إذا خوي معك راح يدعمك فاشتبك يعني، فما عندك مشكلة، شغلتك خلها من بعيد يعني. فنصيحة مني لا تشتبك إذا أنت يعني عارف إن يعني ما عندك أي قدرة إنك راح تنجح في الاشتباك، فخلي شغلك زي ما قلنا من بعيد. طبعا الطائرة ممتازة، وزي ما قلنا اللي يبغى يشتغل في الأمريكي في الهاي تير عندك الاي في. ايضا يا شباب تبون النصيحة الثانية، الاف 5 سي، الاف 5 سي ترى مرة ممتازة، مرة ممتازة، صحيح انه ما عليها تخفيضات، لكن اعتقد انه راح تنزل لها تخفيضات اللي هي شهر يوليو على ما اظن، او شهر يوليو هي نهاية شهر يوليو اللي هي عطلة الصيف عندهم تقريبا، فراح تنزل تخفيضات، لكن تقريبا راح تكون 30% يعني. طبعا الاف 5 سي ترى مره ممتازه، ويعني حقت الاشتباكات، ويعني اي استخدام لمتعدد المهمات، يعني متعدد المهمات يعني مره ممتازه. طبعا الاي في اللي يبغى يشتري فهذه عندك الطائره يعني على خصومات 50%، واللي يبغى يتركها عشان الاف 5 فعندك الاف 5 سي ترى مره ممتازه، فانتظروا على التخفيضات الجايه. نجي لألمانيا. ألمانيا عندنا الـ FW190D13 أو المسمى بدورة. طبعا الطائرة هذه مرة قديمة يا شباب في اللعبة، يعني في الستوري ما أدري ليش ما شالوها إلى الآن، ممكن عشان الحزم المبتدئين يعني الناس اللي بيشتغلون في الرنك الثاني أو الثالث يعني، فراح تفتح لك الرنك الرابع يعني. طبعا الطائرة يا شباب مرة ممتازة، زي ما تشوفون صراحة مرة حلو ممتاز 700. طبعا الرول فيها حلو أيضا، لكن الطائرة فيها مشكلة يا شباب، إذا نزلت دايف أو إذا نزلت يعني من العالي فترى صعب 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 جدا إنك ترتقي أو ترتفع من جديد، فالطائرة زي ما يقولون صار فيها أكثر من تغيير يعني. طبعا جايج نغيروا فيها كثير 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 مع التحديثات، فأصبحت ثقيلة يعني الصراحة، وأداءها ما صار زي أول، مع أن الطائرة يعني ما زالت تحتفظ بقوتها يعني الصراحة، زي المحرك وأيضا الرشاش 20 ملي مرة ممتاز للرشاش 20 ملي فيها. أيضا الشيء الحلو في الرشاش أنه في وسط الطائرة، يعني ما هو على الجنحان أو آخر الجنحان على عكس باقي الطائرات اللي يكون على آخر الجنحان، حتى أحيانا الضرب يكون على أطراف جناح طائرات العدو، فصعب انك يعني تتبع الطائره بكل سهوله. لا الاف دبليو زي ما تشوفون رشاشاتها يعني في الخشمه او المروحه ايضا في وسط الجنحان، فالشيء الحلو فيها يعني الدقه عندك راح تكون مره ممتازه، وايضا راح تكون يعني عاليه 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 جدا يعني ممتازه، يعني خاصه البومبر والطائرات الفايترات مرة ممتازة. طبعا الطائرة زي ما تشوفون يا شباب ترى تسليحها مرة حلو ممتاز. عندك قنابل اللي هو 250، ايضا قنابل الخمسين جرام ما الصراحة ما منها فايدة، ولا اعتبرها انها قنابل، هذه زي المشتت كذا، لان الصراحة ما عمري جبتها، حتى المضادات ما تسوي لها شيء، مرة ضعيفة ضعيفة الانفجار حق الخمسين كيلو جرام، فانا ما اخذها. طبعا عندك القنابل الحارقة اللي هي النيبال زي اللي بتستخدم في البيسات اذا بتقصف يعني، فلك الحرية. طبعا نصيحة مني يا شباب، إذا بتلعب في الاير ريلستيك اللي هو الطيران في الاركيد، أو في الريلستيك الاير اللي هو الطيران، ما أنصحك إنك تاخذ قنبلة معك، ما أنصحك، لأن الطائرة راح تلاحظ إنها تطيح سرعتها بمجرد إنك تلف، فما أدري هل هذا بسبب اللعبة، بسبب يعني التغييرات اللي صارت عليها. فانا ما عندي مشكله الصراحه يعني، لو ينزلون بيارها وما عندي مشكله على ده، هذا لو ينزلون بيارها زي يحطونها 5.0 او 4.7 ما عندي اي مشكله. طبعا زي ما قلنا القنبله عندها مره ممتازه اللي هي 250، يعني كافيه انك تجيب لك هدف يعني بكل سهوله وبكل راحه، اذا هذا اذا تعلمت التقنيه التكتيك حق الطيران بكل سهوله. طبعا لكم الحرية للشباب اللي يبغون يشترون الطائرة هذه، خاصة هي في الرنك الثالث تقريبا، فراح تفتح لك الرنك الرابع للطيارات، وأيضا راح تساعدك خاصة في المركبات الأرضية، يعني إذا تبغى تنزلها معك إذا أنت دبابة يعني، فراح تساعدك مرة كثير يعني. وزي ما قلنا النصيحة مني لا تاخذ القنابل 50 كيلوغرام، لا تاخذها يعني، حط خذ لك 50 كي 250
مرة ممتاز، هذه راح تنفعك. أيضا عندك العشرين ملي ترى مرة ممتاز إذا أخذتها ضد الجراند، يعني ضد الأهداف الأرضية ترى مرة ممتاز وراح ينفعك كثير يعني. فزي ما قلنا الطائرة يا شباب يعني معروضة في التخفيضات اللي هو 50%، فللناس اللي يبغون يشتغلون في الألماني ترى عندكم هذه الطائرة. طبعا نجي للروسي، الروسي وش عندنا؟ عندنا التي يو 1. طبعا التي يو 1 هذه يا شباب مرة مرة ممتازة، بس نصيحة مني يا شباب لا تستخدمونها في الاشتباكات لأنها مرة ثقيلة. طبعا تشوفون تصارحة، تصارحة تقريبا 700، ولكن يا شباب ترى بالياله توصل 400 و500 بالياله. حتى يكفيك انك تشوف الطائرة اليابانية اللي هي الزيرو يجيبونك بكل سهولة، يعني انت كأنك على سيكل، كأنك على سيكل وهو على دبابة او على سيارة سبورت. فصعب صعب يعني تجيب ال 500 كيلو يعني. فانت اذا جبت 400 مره ممتاز. طبعا الطائره ترى عندها تسليح حلو ممتاز، عندك عيار 45. طبعا عيار 45 الصراحه ما استخدم ضد المركبات لانها صعب صعب جدا يا شباب. الطائره اذا نزلت ترى ثقيله ثقيله طلوعها. طبعا القنابل حلوه، عندها تنوع تسليح مره ممتاز، اللي هو القنابل الملفه الروسيه ترى مره ممتازه وجامده يا شباب، خاصه الاهداف الارضيه، اللي بيشتغل الاهداف الارضيه سواء في الطيارات سواء حتى الدعم للدبابات، فمرة ممتازة راح تنفعك يعني. أيضا حتى في الأهداف البحرية عندك 2 طربيد، تشيل لك 2 طربيد مرة ممتازة ترى. مرة الطائرة هذه أنا الصراحة أنا أشوفها يعني على البيار هذا حلو ممتاز. صحيح أنها ما هي بحقة اشتباك ولا هي حقة يعني فايتر ولا هي يعني اعتراضية، بس مرة ممتاز يعني تقصف لك أهداف وترجع شغلك هذا. فعادي حتى لو تساعد التيم او اذا شفت خويك يشتبك مع واحد فعادي يعني تشتبك معهم يعني. العيار 45 ترى مره ممتاز، وعندك 20 ملي او 23 ملي. ايضا الطائره يوجد بها 12 ملي اللي هو الجنر اللي هم الرامين، فيساعدك طبعا. اللي جرب تيو ترى هي نفس التيو، الله من هذه بريميوم، فيعني تدعمك يعني الطيارات خاصة اللي بيشتغل على الطائرات الروسي، فهذا راح تفتح لك الرك الرابع مرة ممتازة. وزي ما يقولون ترى هذه متعددة الاستخدام مرة ممتازة، فتنفع للناس اللي بيشتغل في الجراند او بيشتغل في الطيران. ترى هذه عندك التيو، طبعا التيو زي ما قلنا على تخفيض 50% ممتازة. وغير هذا زي ما قلنا ترى قنابلها مرة جامدة مرة جامدة، وزي ما تشوفون ترى يعني تدبلك 4 مركبات بكل سهولة لان القنابل الروسية مرة قوية جدا. نجي للبريطان، البريطان عندنا الويفرن. الويفرن يا شباب بيارها 4.3، طبعا نفس البي 51 او الدورة، صار عليها يعني مع مرور الزمن اكثر من تغيير يعني، فما كان كذا اداها زي قبل يعني. طبعا الطائرة لا تعاملها معاملة في اير سترايك فايتر ومدري الطائرة اعتراضية او فايتر، عاملها معاملة البومبر كأنك بتقصف وبترجع. طبعا التسليح عندها مرة ممتاز، عندك العشرين ملي 4 رشاشات 20 ملي مرة ممتاز، والتذخير او التسليح او الذخائر مرة ممتاز. ايضا القنابل عندك تشيل لك 3 قنابل بملف، ايضا التوربيد، ايضا عندك الصواريخ اللي هي الريد انجل مرة ممتازة وجامدة على تفجير الهدف، لكن انا الصراحة ما استخدمها الا في اوقات اللي هي التاسكات او الطلبات اللي هي الواجبات اليومية للعبة او للباتل باس يعني التحديات اللي يطلبونها مني. طبعا زي ما قلنا الطائرة ايضا تستخدم الاهداف الارضية والاهداف البحرية، وزي ما تشوفون تسليحها مرة ممتاز. طبعا الطائرة زي ما قلنا يا شباب عاملها معاملة البومبر، انت بتقصف وبترجع للمطار فقط. في حال انك شفت طائرة جايتك او في واحد بيشتبك معه لا تشتبك معه، لا تشتبك معه، زي ما يقولون على طول لف ودور وحط رجلك للمطار، المطار المطارك. طبعا الطائرة ترى قوتها يا شباب في المحرك حقها، والسرعة ترى مرة ممتازة، ترى الطائرة في سرعتها مرة ممتازة وتقدر تجيب لك 700 بكل سهولة، يعني ما حد يقدر يلحقك ترى. لكن نصيحة مني لا تشتبك مهما كان. لو تجيك جاجة تعطيك 50,000 سلفر تقول راح اشتبك مع اي طيارة تشوفها، لا تشتبك، لان الطائرة الصراحة راحت من يوم تلف راح تلاحظ ان السرعة يعني ما تطيح الا تسقط كذا على طول من 500 الى 200، مرة مرة ثقيلة. وزي ما قلت ترى اداها ما هي زي اول يعني، ترى
فاذا بتستخدمها الطائره استخدمها للقصف في البيسات، ايضا اذا بتستخدمها في الايرليستيك عادي تعرضها بالبومبارات والشغلات هذه، لانه الرسبون حقها يكون مره قريب يعني، فعادي ما عندك مشكله. بس لا تشتبك مع الزيرو او البي 47 او الموستنج او مدري ايش، لا 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 لا، ترى كنت مره ثقيل ومره وحجم الطائره مره كبير. فزي ما قلت يا شباب، الطائرة استخدمها للأهداف الأرضية أو للأهداف البحرية، أو حتى عاد لو للبومبر يعني ما عندك أي مشكلة يعني. فالطائرة يعني سريع، بس في الاشتباك إنك بتلف ورول وبتداور، لا لا يا حبيبي كذا أنت خلاص. التيم كل اللي ضدك راح يشوفك أنت واقف في السماء، لأنك أنت ما الرول عندك أو الاشتباك مرة ضعيف، الدوران عندك مرة ضعيف مرة ضعيف. فنصيحة مني ترى مرة عندها قنابل مرة ممتازة، فإذا تبغى تستخدم الأهداف الأرضية ترى مرة ممتازة مرة ممتازة، وبتخدمك كثير 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 يعني. حتى لو بتفتح لك يعني تساعدك في الجراند الاير للطيارات، وأيضا تساعدك في ضرب الأهداف الأرضية يعني مرة ممتازة يعني، تجيب لك دبل الدبابات وتجيب لك دمر لك أهداف بكل سهولة يعني. وزي ما تشوفون الطائرة حتى لو عندها الاير بريك ترى مرة ثقيلة يا شباب مرة ثقيلة، وطلوعها ترى يعني ما هو زي نزولها يعني، فثقيلة الدباب عفوا الطائرة، هي دبابة، أنا أسميها الدبابة الطائرة. طبعا هي معروضة الآن زي ما قلنا للتخفيضات اللي هو 50%. اللي يبغى يجرب الويفرن يجربها ويسوي عليها تيست، ترى مرة يعني ممتازة، وللأهداف الأرضية ترى مرة ممتازة، خاصة حتى البحرية والأرضية. صحيح يمكن أداءها في الفايتات والمرة سيء، لكن الطائرة هذه ترى تخدم في المرة راح تخدم خاصة في الشجرة البريطاني. فلك الحرية يعني، إذا تبغى تشتريها وما تبغى فلك الحرية، لكن أشوف على تخفيض 50% يعني أفضل من لا شيء يعني الصراحة يعني، واحتمال إن يشيلونها حتى من الستوري. وزي ما قلنا ترى قنابلها مرة ممتازة وجامدة وتنفع للأهداف البحرية والأرضية، وعندك الروكت إذا اضطريت مرات يطلب منك تحدي معين عندك الروكت مرة ممتاز. ويب وكذا يا شباب نصل نهاية المقطع، وأتمنى ما قصرت في الشرح أو النصائح خاصة من ناحية الحزم اللي هي الطائرات. فاللي عنده أي استفسار أو أي شيء يكتب في الكومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.